خلونا نروح لمحافظة تانية ونتعرف على تداعيات تقلبات الطقس في محافظة مطروح. معانا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم خالد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني بنتكلم عن محافظة مطروح، إزاي تم الاستعداد ورفع حالة التأهب بالذات قبل طبعا الطقس السيء ما يوصل لسقوط الأمطار؟ والله يا فندم، وحركة التجهيزات والاستعدادات لفصل الشتاء بتبدا معانا بالنسبه لنا كشركات ميه بتبدا بقى نهايه فصل الصيف. فاحنا استعدينا فعلا من اول 10 كده، بدانا في تطهير الشمايش بتاعتنا وتطهير المطابق وصيانه المعدات، وان كانت هي طبعا الصيانه بتاعتها سيبه مستمر على مدار السنه، مش الشتاء بس يعني. فالحمد لله كنا جاهزين، وكنا يعني موضوع توقع الامطار ده بصراحه ربنا يعني هيئه الارصاد الجويه دقيقه معانا في الحاجات ديت ومتواصلين معانا بيدلنا النشرات، ولو في اي تعديل فجائي بيجي لنا التعديل على طول، وهم متواصلين معانا كويس جدا ومع الشركه القابضه. بالنسبه للامطار اللي بتاعت امس ديت، احنا في مطروح كنا اقل حده شويه من اسكندريه، وطبعا الارصاد كانت منبهه لكده. يعني عندنا السلوم وبراني والنجيله منطقه غرب مطروح تقريبا ما كانش فيها امطار، يعني حاجات بسيطه جدا جدا يعني لا تذكر. مدينة مطروح كانت أمطار خفيفة صباح أمس، هي مطروح والضبع كانت الأمطار خفيفة قوي، بدأت من الساعة 9:30 كده وانتهت على 10:30، ما كانش في أي تراكمات. كانت طيب. مركزة معانا كمل يا فندم. كانت الأمطار كانت مركزة معانا في منطقة سيدي عبد الرحمن والعلمين، ودي بدأت الساعة 2:30 الظهر واستمرت معانا لحد الساعة 2 بالليل. في يعني الامطار كانت خفيفه في الاول وبقت متوسطه من بعد الساعه 5 المغرب لحد الساعه 2 بالليل، كانت متوسطه. والحمد لله يعني ما التجمعات ما كانتش قافله طرق، كان في تجمعات في المناطق المنخفضه، وطبعا بدا التعامل معها في مدينه العالمين الجديده عن طريق التعاون مع جهاز المدينه، ولهم معدات طلعت والشركات اللي تابعه لهم طلعت، واحنا كشركه ميه معداتنا كانت متواجده، وكان هم الجهاز المدينه متواجد في الساحل في منطقه الشاطئ يعني وسط المدينه. هل شفت الميه خد وقت يا فندم؟ لا يا فندم، احنا اشتغلنا لما خلصنا الحمد لله. والحمد لله لم يغلق شارع، يعني ما كانش فيه تجمعات انها تعوق حركه المرور. التجمعات موجوده بكميه الميه وارتفاعها وتجمعها ما يعوقش حركه اي سيارات يعني، ولكن برضو كان لابد من التعامل معها وازالتها. احنا معدات الشركه عندنا تعاملت في منطقة الساحل طريق الخدمة الساحلي، وفي شارع مجلس الوزراء، وفي منطقة المقابر الإيطالية، وفي منطقة مينا الحمراء كانت كمية مية دخلت على المحولات، معداتنا تواجدت معها وتعاملت معها، والحمد لله يعني حاليا ما فيش حاجة تعوق أي حركة مرور، وإن كانت حاجات بسيطة في يعني على سطح الطرق كده يعني. طب احنا يمكن كنا اتكلمنا في محافظة الإسكندرية عن مشروع مواجهة التغيرات المناخية وفصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي، هل المشروع ده متواجد في محافظة مطروح ولا يمكن كثافة الأمطار مش موجودة قوي في مطروح زي الإسكندرية؟ لا، هو احنا عندنا في مطروح في كثافة أمطار تقريبا زي إسكندرية، ولكن مطروح بتختلف عن إسكندرية شوية كمدينة وكمحافظة. عندنا المسطحات الصحراوية كبيرة شوية، هي مشكلة مطروح في الطرق الخارجية مساحتها كبيرة، مسطحاتها بتجمع ميه، وفي والطرق طبعا بطبيعه الارض بقى فيها منخفضات ومرتفعات، فدايما الميه بتتجمع في المناطق المرتفعه اللي هي المنخفضه. مدينه العالمين الجديده طبعا دي مدينه من الجيل الرابع، بتعمل على احدث ما يكون، فيها شبكه المي شبكه الصرف منفصل عن شبكه المطر، فدي طبعا ما فيش فيها مشكله قوي، ولكن المشكله بتبقى في الشوارع اللي برضه فيها مناطق تجمع في مناطق منسوبه اقل شويه من بقيه الشارع يعني. طيب يعني مدينه مطروح ما فيش فيها الشبكه المنفصله. مدينه مطروح كمطروح ما فيش فيها شبكه منفصله للامطار غير في تلت المدينه بس. هايل. طيب احنا بنتكلم كمان عن يمكن النواه اللي بتحصل، هل حضرتك بتبقى عارف مثلا تبقوا عارفين قبلها النواه دي بتحصل امتى؟ بيبقى عندكم علم طبعاً بيها؟ مواعيد النواه هم على مدار السنه عندنا بيها، بس برضو التغيرات المناخيه بتفرق شويه. يعني لو قلنا النواه هتبتدي مثلا يوم 25/12 ممكن تبتدي قبلها بيوم او بعدها بيوم. يعني ما عادش، لكن دقه التنبؤ نفسه بتجيلنا يعني قبلها مثلا بست ساعات.
خلوا بالكم في نوى، ودي بتبقى الدقه بتاعتها تعدي ده بالتنسيق مع هيئه الارصاد. لا بصراحه الارصاد في الدقه متناهين جدا صراحه يعني. هايل. طب يعني وبتعملوا حسابكم ازاي بقى على النواة دي يا فندم؟ فندم احنا عندنا يعني من الفترات اللي فاتت بقى عندنا درايه كويسه جدا باماكن تجمع الامطار، عندنا المعدات بيتم نشرها في الاماكن المحتمل فيها تجمع الامطار اللي هي مرصوده بالنسبه لنا من فتره طويله. فالمعدات بتبقى متواجده المنطقه دي بتجمع فيها مطر وما لهاش صرف على شبكه ولا شبكه امطار ولا شبكه صرف. فدي خلاص بنبدا نحط المعدات في الاماكن دي، اول ما يبدا هطول الامطار بيبدا التعامل معها على طول فوري. طيب دلوقتي مثلا الناس اللي نازله من بيوتها بقى في التوقيت ده حضرتك تنصحهم بايه؟ بالذات طبعا لو في اطفال رايحين مدارس او كده بتنصحهم بايه في الوقت ده؟ لا هو يفضل في حاله هطول الامطار والامطار الاكثر من متوسطه يفضل يعني يا ريت الاطفال ما ينزلوش المدارس، ويا ريت ما حدش يبقى متواجد في الشوارع، ويا ريت حركه المرور تقل عشان يدي حريه اكثر لمعدات الشركه انها تتحرك، لان معداتنا انت عارفه حضرتك معدات ضخمه مش معدات صغيره. معدات بتاعتنا كلها سيارات نقل كبيره شويه، عايزه بتبقى حريه حركه اكثر. والحاجه الثانيه اللي بطلبها من الساده المواطنين يعني اللي بيركن عربيه بالذات عربيته بتبات ليلا في الشارع، يا ريت يبقى يبص يشوف العربيه دي مش واقفه فوق شنيشه مطر. لان احيانا بنلاقي عربيه واقفه فوق شنيشه مطر والشنيشه مسدوده ومش عارفين نسلك. مهم قوي ده. مهم جدا. فيا ريت. كل الشكر ليك الدكتور ابراهيم خالد رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظه مطروح.